انت مش عاجبك ايه؟ لا الناس عاجبها بس يا استاذ احمد، بعدين قول انت نظره برضه عليك. الجمهور مش قصده كده زي ما انت قصده ايه؟ طيب انا لا على فكره انا مش عايز اجمع، ما بقولش الجمهور كله برضه يعني الجمهور حتى اللي يعني. حتى اللي بينتقد الوضع بينتقد الوضع ان احنا ان ما يبقاش ان يبقى تركو هو رئيس نادي كانه رئيس نادي بيقولوا كده يعني. لا 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 ايه اللي قالوا ايه في ايه؟ لا هو ده الجمهور بيعترض على ايه؟ لا على ايه؟ على ان لعيب خد ده خد ده خد ده. طب مين ده اللي فعلا؟ ما انا لما بتكلم مثلا لا 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 يعني انت عايز تقول ان هو تركي هو اللي جاب الحاجات دي كلها؟ يعني مش فاهم. ما انا مش فاهم انت بتطلع الجمهور علينا. مش فاهم انا بقى الجمهور مش عاجبه. مش عاجبه ايه؟ مش طيب؟ عاجبه. يقول لك اصل طارق حامد هيمشي، فطارق حامد اما يقعد ايه رد الفعل برضه؟ تلاقي ما انتش فاهم انت. طب انتوا عايزين يقعد ولا عايزين يمشي؟ ولو قعد هيقعد بفلوس كتير. طب ده صح ولا غلط؟ انا بكلمك لكن انت بيجي لك انت قصه كلها في طارق؟ لا مش طارق. انا بقول لك انت دلوقتي جالك مدرب زي ده، جالك معسكر، جالك ساسي، جالك كذا لعيب. ايه المشكله يعني؟ ايه ال 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 اللي مطرح؟ مفيش مشاكل. ما هو ما الناس فرحانه. لا لا الناس ما فرحانه، الغالبيه فرحانه. بس تلاقي الناس تقول لك طب بس طب انت ازاي بقى طارق حامد كان هيمشي ورجع؟ طب ما هو رجع اهو. طب ولو ممكن يمشي تاني؟ طب الشناوي يعني قصدي الناس برضو. لا انت ما تقارن بين السلب والايجاب. لا انت عامل فرقه السنه دي، عامل فرقه أنا كويسه. انا بصراحه مش قادر. وانا انا بقول الغاز يا جماعه. لا انا مش انا بقول انا بقول ان انت جالك مدرب. انا انت وجهت رساله للجمهور بتقول فيه الناس مش معترضه. انا بقول تاني 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 بس أيوه. في ناس معترضه أيوه. وشايفه اللي بيحصل ده مش في مصلحه الزمالك قوي. انا بقول لك اللي هو حضرتك مش حد بيعمل كده. لا في ناس زعلان ان الزمالك. انا على الفيس انا مش معايا الفيس. لا في ناس. لا يعني اللبس وحاله اللغط ان مثلا المستشار تركي آل الشيخ، المستشار ان اقول لك مين اللي بيدير الكلام. وان طب وعلي جبر. طب ما انت جالك لعيبه كتير. ما انت جالك تمام. يعني انت جالك اصل دي برضه دي يا استاذ احمد ده مش حاجه جديده على الزمالك. ما الزمالك كل سنه بيجيب 20 لاعب يعني. ده مش حاجه جديده يعني. الناس تتضايق منها يعني. كل سنه لا الزمالك بيجيب. هل كان المستشار التركي كان هالكو مع الزمالك السنه اللي فاتت ولا لا؟ لا مش في مصلحه الزمالك ان المستشار التركي بيجيب لعيبه يعني. اقول كده يعني. انا يعني هل بحجم السنه دي انا هل بحجم السنه دي ان انت لا مدرب؟ طب ما انت السنه اللي ايام كهربا ما انت جايب لعيبه عاليه جدا. كان معاك فير وكان برضه مصطفى منصور هو اللي جايبها. لما جاب 15 لاعب او 20 الدنيا اتغيرت. هل كان في حد معاك؟ الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت. انت لما تجيب واحد زي ساسي ده انت بكام ده؟ ماشي. طب وايه المشكله؟ طب وايه المشكله؟ ما انا مش عارف مدرب. طب والناس اللي زعلها من ساسي؟ يا سيدي مش ساسي. وانا يا جماعه هي صعبه الكلمه. انا بقول ان في ناس مش عاجبها الوضع ده بتقول لك برضو لا يعني بس يعني في ناس تقول لك لا انت مش هترضي برضو كل بس ده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله يعني. ناس خدت سابت ده كله وكلمت في قصه طارق حامد. الناس كلمت في قصه طارق حامد. طب انتوا وكان كذا متصل اتصل بيا قلت لهم يا جماعه انتوا مش عارفين تفاصيل يعني. اللي بيتكلم بياخد يا استاذ احمد الموضوع من بره على الظاهر كده. مش عارف التفاصيل. ايوه مش عارف تفاصيل. مش عارف ان بعض اللعيبه يجي يقول لك لا انا عايز الفلوس دفعه واحده. يعني انت عايز دفعه واحده؟ ما انت عندك لعيب وهكذا يعني. في حاجات ما ينفعش تتقال. بس انت اللي انا عايز اقول لك لا انت السنه دي في المقبل لا انت عامل صفقات كويسه. انت وارد ان انت ممكن وممكن. هو في ناس كتيره قوي شايفه ان الشناوي مثلا لا ما يمشيش. انا من الناس اللي اقول لك لا يمشي. ايه المشكله؟ انا يعني انا من يعني ما عنديش مشكله مثلا الشناوي يمشي. في ناس تقول لك اصل الشناوي يقول المنتخب. طب انت لما تحسبها النادي لا انت ممكن يطول وهكذا. لكن عايز اقول لك بالمجمل بالمسانده دي لا انت عامل صفقات. انا اتصور ان الزمالك يمكن بعد بيراميدز هو احسن نادي عامل صفقات. طبعا انا معاك فيها. مش معاك في المعلومه دي. مش ما اعترضتش معاك خالص. ماشي ماشي. شايف حضرتك ال